واحد فينا كيفاش كيبغي يعيش، كيفاش كيبغي أمن سيارته. هادشي علاش تأمين الوفاء كيقترح وفاء أوتو بحلة جديدة، ضمانات وخدمات مبتكرة ومتميزة توالمنا جميع. عن تأمين الوفاء كل واحد فينا كيلقى التأمين اللي كيوالمو. هذا هو وفاء أوتو لينا كاملين. للمزيد من المعلومات اتصلوا بإحدى وكالاتنا. هاد الأرض هادي خلانا النصراني فيها حنا من بكري، الوالدين ديالنا كانوا خدامين مع النصراني. النصراني غبر في عام 1949، قبا هو وامي. داك النصراني ما كانش عنده الاولاد، كان عنده غير هو والزوجه ديالتو والوالده ديالتي واختي الكبيره فينا اللي زاد دابا زاد في عام 1950 في نفس السكن هذا، في هذه الاقامه هذه اللي ولات دابا اقامه. الارض فيها الفيلا، فيها فيلا وفيها 754 متر كاري. كنا عايشين فيها تنخلصوا الضرائب، تنخلصوا بناء على وثائق عندنا كتثبت الوجود ديالنا من عند النصراني. حنا زعما ما عندناش كيف داروا لنا هما يا ديال الترامي على ملك الغير ولا شي حاجه. حنا عندنا الوثائق ديالنا اللي كتثبت الوجود ديالنا في السكن والضرائب اللي كنأديوها في ذاك الوقت حتى العام 1993. دار واحد الشخص وجا قال لنا باني شريت، نتفاوض معكم بواحد الثمن، يعني بواحد الثمن بسيط وتخويو. قلنا له ودي حنا ما تعطينا والو، جيب لنا ذاك النصراني ولا النصراني من عند من شريتي، حنا عندنا الوثائق خصو يتحاسب معنا حنا الخدمه ديالتنا اللي خدام باش خدام با غارديان جارديني سنين واعوام هو مع النصراني تما. دابا جيب لنا ذاك النصراني من هذه امانه مخلينها عندنا، لان با الله يرحمه تيقول لنا هذه امانه والامانه كتبقى امانه، كيف كانت ديال النصراني او ديال يهودي او الله سبحانه وتعالى وصى على الامانه. جيب لنا ذاك النصراني ولا النصراني اللي هو وارد شرعي جيبوا لنا، وديك الساعه نتفاهموا مع ذاك السيد اللي غادي اللي هو مول الملك، وانت الله يعاونك لك تشاري بالمعقول. داك الشيء ما منه والو، دازنا وراه 25 يوم جاتنا استدعاء من المحكمه، حضرنا تما دعوه استعجاليه ما طولوش فينا، يعني داك الشيء تسويت في عقار قد هكذا 754 متر كاريه بدوز دعوه استعجاليه متلاحه في رمشه عين. ما راعوا الشعور ديالنا، السكن ديالنا شحال من عام، شحال دار الضرائب اللي كنا كناديه، وما راعوا حتى شي حاجه والو. في الاخر بركوا علينا بالضغط، البوليس كيجيونا لهنا كيديونا، كنضلوا في كوميساريا السيزيام هنا كيديونا للضوء الحمر، تنباتوا في الضوء الحمر من تما. الصباح ثاني كيهبطونا للمحكمه، كيشدونا ثاني في لاكاب تمايا من الصباح حتى العشيه. والوالده ديالتي يلاه محيده البزول هذيك الساعه، عندها 86 عام ولا 87 عام في عمرها، كلها كتبت بحال هكا، وكيبيتوها معنا في الدار الحمراء باش يدوا لنا حنا دراعنا باش نخرجوا. ملي شفت انا الوالده ديالتي غادا تموت بحال هكاك في المحاكم وفي الكوميساريات ليل ونهار وداك الشيء، ضغطوا علينا بالزز باش نسينيو الافراغ. سنينا وسط لاكاب لتحت، ماشي طلعنا الفوق ولا شي حاجه، لتحت سنينا الافراغ. خرجنا مابقيناش بغينا نخولهم من هنا، قلنا لهم حنا بغينا العدل. لكن هذاك السيد مشى للعدل، والعدل خصو يعدل حتى علينا حنا، في غادي نمشيو حنا نتلاحوا في الزنقه. واحد قال لي المحكمة تما قال لي سيروا للبحر. قلت له السيد باش شرا هاد الارض هادي، هادي كلها مزوره. ملي جينا كنقلبوا كنلقاو ديك الاراثه اللي داير هو بانهم باش كتب النوتير دوز العقد ديال البيع بناء على جوج شهود كيشهدوا بان هذيك السيده جاكو سلافار استوفال بانها وارثه شرعيه. ملي مشيت كنقلب على دوك الشهود لقيت الشاهده الاولى كاينه في عين السبع سميتها مدام ميلونجيس. قالت لي انا ما عمرني شهدت وما كنعرفش هاد الارض فين كاينه، ما كنعرف حتى شي حاجه في هاد المسائل هادي، وراني مستعده باش ندلي بالشهاده ديالتي امام المحاكم الى استدعوني. دارت معايا وثيقه مقاطعه ديال عين السبع وجلستها معايا تما بان ما عمرها شهدات ما عمرها كذا. وهادي مشيت كنقلب على الشاهد الثاني لقيته ميت سميتو عباد انطوان. مشيت للمقبره الاوروبيه بالمستيك سيدي عثمان اللي كان في عين السبع، قالوا لي فين مات، عطاوني وثيقه من تما ديال القبر ديالو والمسائل. جيت للكلينيك في بردار انفون قالوا لي ودي الوقت يتبرم العقد ديال هاد الارض هادي، هاد السيد في حالة غيبوبة ما كانش ما عنده ما حتى شي حاجة ما عنده ما يدلي. رغم هاد الوثائق كاملة ملي كانت في هذيك الوثائق كاملة ديال في المحكمة دفعت الأول في الرباط، المحكمة ديال الرباط
قال لي 10 ايام رجع، رجعت 10 ايام لقيت الملف تسرق، تبعت هز تبع لي هكذا يعني بالمفهوم بالحقيقه. جيت ثاني درت دعوه اخرى ثاني هنا في المحكمه ديال المدينه، بقات تما ما جاو ما عيطوا عليا ما حتى شي حاجه حتى العام 1999. عاد عيطوا عليا الشكايه بوحدها، الوثائق انسحبت ديال الزوار ما كايناش، عطيتهم وثائق اخرى وتكتب محضر اخر، وقالوا لي سير احنا غادي نعيطوا عليك للتحقيق بالدار الحمراء كذا. هذه مشيت للدار الحمراء، قالوا لي الملف صيفطناه للمحكمه. مشيت للمحكمه بقاو كيديوني ويجيبوني فيا تما، سير اليوم جاي غدا حتى الصباح حتى العشيه حتى الرشار، هذه حتى ما بقاش عندي باش نزيد من هنا يعني ما بقاش عندي باش نركب يعني الصراحه هي هذه، لدرجه اني ما بقيتش لقيت ما نصير على ولادي. كنبقاو بالجوع ونبقى بالكسوة ونبقاو بلا باس نتوعلو باش نقري ولادي. ولادي فين؟ مشيت شدوا الباك ديالهم، كريت لهم بيت وكوزينه في الصح في برشيد على قبل الجامعه قريبه عليهم تما، حتى من المنحه ولا سميتو ما عطاهم حتى شي حاجه. انا كنغسل الطوموبيلات دابا، انا كنعمل سبيسياليتي في لاتولوري، كندير لابانتير لاتولوري. انا خديت الحرفه ديالتي في الجديد في لاكاروسيري مارتينيز في المعارف بكريره، معروف مارتينيز اللي كان كيدير الكيران الجداد. تما خديت الصناعه ديالتي، انا عندي تقريبا شي 47 عام ديال الحرفه. دابا انا وليت مليح في الزنقه، نغسل في الطوموبيلات، نشطب، واحد يسوع لك منطق، واحد يعني داك الشيء اللي كنعيش فيه هنا استغفر الله العظيم اليهودي ما يديش له بحال هذيك المساله اللي كنعيش فيها انايا. شنو المطالب ديالك اسي نور؟ انا المطالب ديالي دابا كنطلب العدل، شتي كنطلب انا العدل، يعطيونا الحق ديالنا. وكنوجه النداء ديالي لسيدنا الله ينصره اللي بيعرفنا العدل في البلاد.